بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم، البداية بالعناوين. أهلا بكم والعناوين الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير مصانع الغزل والنسيج بالاستعانة بخبرات كبرى الشركات العالمية. مجلس النواب يصوت بشكل نهائي غدا على التعديلات الدستورية. جريفيث يعلن على موافقة طرفي النزاع في اليمن على خطة الانسحاب من الحديدة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العامة من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى للشركات العالمية في هذا المجال. جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال العام وبمشاركة كل من مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس الشركة القابضة على الغزل والنسيج ورؤساء مجموعات من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة ماكينات الغزل والنسيج. صرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رؤساء الشركات الأجنبية المصنعة لماكينات الغزل والنسيج أشادوا بخطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجه خلاله أيضا الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال وتحديث الآلات والمعدات وأماكنة إجراءات العمل، فضلا عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل استعرض خلاله عددا من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان. وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الساعي لوحدة واستقرار وأمن ليبيا ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة. من جانبها أوضحت المستشارة الألمانية تمسك بلادها بالحل السياسي في ليبيا في إطار الحوار. وبشأن التطورات في السودان أكد الرئيس السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ وعن قرب تطورات الأوضاع هناك، مؤكدا على دعم مصر لخيارات الشعب السوداني الشقيق استنادا إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. طلب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة طلب أعضاء المجلس بضرورة حضور الجلسة العامة للبرلمان والمقررة صباح الغد للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة. كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت بصفة نهائية على التعديلات الدستورية المقترحة تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة للمجلس والمقررة لها غدا. يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدل من 4 سنوات، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. تحت عنوان قوتنا في دستورنا، نظمت جامعة بنها ندوة لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لتوعية بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية. وخلال الندوة أكد الطلاب المشاركون أن التعديلات الدستورية تصحح أوضاع الدولة على جميع المستويات وعلى الجميع المشاركة لأنها واجب وطني.
داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بجامعة بنها، كانت المحطة الثانية للجولات التي تقوم بها تنسيقية شباب الجامعات من أجل نشر الوعي السياسي بأهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة. الندوة التي حملت عنوان قوتنا في دستورنا أكدت على ضرورة الحرص على المشاركة والحشد في الاستفتاء وعدم الالتفات لأي شائعات أو دعوات سلبية. ده حدث ما حصلش منذ أكثر من 40 سنة، أن تفتح الجامعات أبوابها لشباب سياسيين حتى يلتقوا مع شباب الجامعات. هذا الجيل له قيمة كبيرة جدا، الجيل ده ويمكن جيلنا عاصر فترة من 2011 لغاية دلوقتي، أعتقد أنه هو يستحق بشكل كبير جدا أنه هو يكون على دراية بالشأن السياسي. الدولة المصرية عمرها ما اشتغلت في خلال 4-5 سنين في 11,000 مشروع، أو الاحتياطي النقدي بتاعنا وصل لهذا الرقم، فده مؤشر كبير جدا على استقرار الدولة المصرية في ظل كمية التحديات والمخاطر اللي بتعيشها الدولة المصرية. مصلحة مصر أمام العالم تقتضي الاهتمام والمشاركة، كانت آراء الشباب المشارك في الندوة، مؤكدين أن استمرار الإنجازات تتطلب من الجميع المشاركة في الاستفتاء. لازم ننزل أشارك عشان البلد تتغير للأحسن، ولازم نشوف بلدنا تبقى أحسن وتكون متطورة وتكون جميلة. ممكن هو رأيي إن هو ممكن أصلا يفيد بحاجة، إن هو ممكن رأيي أصلا يغير حاجة. متمنيه يعني ان هو كل حد ان هو يشارك في اللي هو يعني في اللي هو الدستور دوت. الدستور بيعزز دور المراه في 25% من الدستور، يعني ربع النسبه، ده بيعزز دور المراه، فبالتالي ده فعلا بين لنا قد ايه المراه مهمه وقد ايه ان مش احنا بس اللي عايزين نوصل المعلومه دي، لا فعلا البلد مهتمه كده والرئيس وكل المسؤولين عارفين ان دور المراه مهم. تقوم تنسيقية الشباب بعقد سلسلة من الندوات واللقاءات لشباب من مختلف جامعات مصر لتوضيح أهمية الاستفتاء قبل أيام من بدء هذا الاستحقاق الدستوري. الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة هو تصويت على استمرار الاستقرار التي تشهده مصر، فهذا الحشد الكبير يؤكد حرص شباب مصر في الاصطفاف وراء قيادته السياسية من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستكمال مسيرة الإنجازات والانطلاقة الاقتصادية. محمد الخطيب، عندي. انطلقت اليوم فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 8 بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية اليونانية القبرصية. يستمر التدريب لعدة أيام بمصر في مسرح عمليات البحر المتوسط في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة والتي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع دول الشقيقة والصديقة، وذلك بهدف التدريب في صقل مهارات الضباط والأفراد المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية بين الدول المشاركة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف وحماية الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط ضد أي تهديدات محتملة. وفي نبأ عاجل وصل إلينا منذ قليل، اندلاع حريق ضخم في كاتدرائية نوتردام، وهي أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية. وقد تحدثت رئيسة بلدية باريس من خلال يعني تعليق لها على تويتر فيما يتعلق بهذا الحريق الضخم، بأنها كتبت: حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران. في وقت سابق أفادت فرق الإطفاء أن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم لهذا الصرح الشهير. أيضا أفاد مراسل فرانس براس في هذا المكان أن ألسنة النيران تلتهم جزء كبير من سقف كنيسة كاتدرائية نوتردام. يعني معلومات عامة عن هذه الكنيسة الكبيرة، كما ذكرنا في بداية الكلمات، وهي من أهم وأبرز وأحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية باريس. هذه الكاتدرائية يزورها نحو 13 مليون سائح كل عام.
من جهته وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحريق بأنه فظيع، واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من قلب الحدث مراسلة النيل إلى هناك ميرفت ميلاد. ميرفت، بداية يعني هل لك أن تضعين في صورة تطورات الأحداث فيما يتعلق بهذا الحريق الضخم الذي اندلع في كنيسة كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية؟ كان هناك بعض الإصلاحات التي تقام داخل الكنيسة، ومن هنا اندلع الحريق الذين يحاولوا كل أجهزة وعربات الإطفاء يحاولوا السيطرة على الحريق، ولكن على ما يبدو أن الحريق ليس تحت السيطرة، وقد يسفر عن خسائر كبيرة جدا جدا. فهم في الوقت الحالي يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن بالتأكيد هذه الكنيسة تحتوي على أعمال فنية كبيرة وضخمة ومهمة جدا، كما أنها صرح ليس فقط صرح ديني ولكنها صرح تاريخي، تحمل في طياتها أكثر من 1000 عام من تاريخ باريس، وشهدت على عديد من الثورات والاحتجاجات الفرنسية، وقد مرت عليها عصور طويلة. هذه الكاتدرائية التي يزورها سنويا 14 مليون شخص سنويا. طيب، فيما يتعلق بحديثك أنه يعني حتى الآن لم يتم السيطرة بشكل نهائي على ألسنة اللهب والحريق، في رأيك ما هي يعني أسباب تأخر السيطرة التامة؟ هل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ يعني تأخرت بعض الشيء في التعامل السريع مع حريق كاتدرائية نوتردام، أم هناك مجموعة أخرى من الأسباب ربما؟ لا، بالتأكيد هناك مجموعة أخرى من الأسباب. لا يمكن أن يكون حدث أي تأخير من جهة العربيات سيارات الإطفاء، حيث كما ذكرنا في سابقا أنها يعني موقع هام جدا في باريس، فلا يمكن الإهمال في هذه. ولكن على ما يبدو أنه كان هناك كثير من الأخشاب التي تم استخدامها للتجديد، لعمليات التجديد التي كانت تجرى، وقد تسبب هذا في كل هذه تضخم الحريق، حتى أن جرس الكنيسة كبير جدا قد انهار. هل تم استخدام يعني طائرات مخصصة في هذا الأمر لمكافحة الحرائق والتعامل يعني بفاعلية أكثر مع هذا الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام؟ هناك سيارات إطفاء، ولكن السيارات تحلق من مدى بعيد عن الحريق، ولكنهم يعني يحاولوا جميع الوسائل للسيطرة على هذا الحريق. وأريد أن أذكر أن ماكرون كان يجب أن يلقي كلمة الليلة بشأن الحوار الكبير الذي أطلقه منذ حوالي شهرين، ولكنه اتجه إلى كنيسة نوتردام لمتابعة تطورات الأوضاع في حريق كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية، وهي أحد وأهم وأشهر الصروح الدينية والسياحية. شكرا جزيلا لك مراسلة النيل ميرفت ميلاد على هذه المتابعة. ومعلقا على هذا الحدث ايضا ينضم الينا من باريس الاستاذ خالد شقير الكاتب الصحفي من هناك. استاذ خالد برحب بك. بدايه يعني هذه الكنيسه
تم بناؤها في عام 528 ميلادية في القرن العاشر، وهي طبعا من أقدم الكنائس الموجودة في أوروبا حتى الآن، وهو أثر مهم جدا يقصده الآلاف من كل الزوار إلى باريس على وجه التحديد. يعني هل أستاذ خالد بداية، يعني هل هناك أي أصابع اتهام تشير إلى عمل تخريبي، أم هو فقط لمجرد حريق وقع أثناء التجديدات التي تقام في هذه الكنيسة؟ أستاذ خالد؟ طيب، تعتبر هذه الكنيسة مشاهدينا الكرام أحد أقدم الكنائس اللي موجودة في أوروبا، وهي بنيت في عام 528 ميلادية، وشيدت في عهد الملك شيلبرت الأول، وهي من أهم وأقدم الكنائس، وقد أنشئت على الطراز القوطي بشكلها المميز. وهذه الكنيسة ترتفع إلى حوالي 33 متر على الأرض. في الحقيقة يعني التاريخ يذكر أن هناك أعمال تخريبية ضربت هذه الكنيسة على مر الأزمنة المختلفة، كان في بدايتها عام 1548 حينما كان هناك عدد من أعمال الشغب في باريس، وقد أثرت بشكل كبير على هذه الكنيسة. عاد إلينا من جديد الإعلامي خالد شقير الكاتب الصحفي محدثنا من باريس. أستاذ خالد برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. طبعا أنا يعني في البداية دعني أتقدم يعني بحزن عميق جدا من قلبي الى الفرنسيين والى الدوله الفرنسيه على هذا الحادث المأساوي الذي تعرضت له. الحقيقه يا استاذ خالد هي خساره عالميه يعني للتاريخ زي ما بيقولوا يعني. لا حقيقه الحقيقه يعني مش عايز اقول لك، انا مش قادر اتكلم، لان هذه يعني هذه الكنيسه هي احد اهم الكنائس الموجوده في العالم، وده يعني لحد دلوقتي احنا في حاله صدمه. الرئيس الفرنسي كان على موعد في موعد خطاب في خطاب، وتم تأجيل هذا الخطاب. طبعا مش عايز اقول لك يعني انا اشاهد الان يعني مشهد انهيار البرج الخاص بالكنيسة، والحاله النفسيه والمعنويه تجعل الواحد فعلا يعني مستعجل. طيب استاذ خالد، نحن نتابع يعني نتابع الان على الصوره، يبدو ان يعني ليس هناك اي سيطره اطلاقا على هذا الحريق، وألسنة اللهب تلتهم أسقف الكنيسة وتلتهم الكنيسة من فوق، يعني واضح كثيرا في الصورة، وأن هناك تصاعد. يعني إذا هناك ليس توجد سيطرة إطلاقا من قبل قوات الحماية المدنية على أحداث الكنيسة، ونحن نرى أيضا خراطيم المياه تتدافع، لكن أيضا في المقابل ألسنة اللهب تتصاعد. إذا نقيم الوضع بأن هناك عدم سيطرة إطلاقا على مجريات الأحداث ومحاولة إطفاء الكنيسة. لا بالتأكيد لا توجد، وهناك أسباب. أحد أهم هذه الأسباب أن يعني المبنى الخاص اللي موجود فيه اللي هو الجرس بالكنيسة، الهيكل نفسه طوله أكثر من 66 متر، فكان عالي جدا. قوات يعني الإطفاء لم تستطيع الوصول إليه رغم الإمكانيات الكثيرة التي تمتلكها العاصمة الفرنسية باريس. ميشيل هيدالجو منذ اللحظات الأولى هي عمدة المدينة، ذهبت إلى موقع الحدث. أيضا ناس اللي هو وزير الأمن الداخلي، والآن في انتظار الرئيس ماكرون الذي سيزور أو من المنتظر وصوله إلى المنطقة. أعتقد أن هناك جهود كبيرة جدا لمحاولة السيطرة على الوضع، لكن كل هذه الجهود للأسف حتى هذه اللحظة يعني لم تثمر على شيء. نجد هناك بعض من قوات الاطفاء، ولكن الحريق هائل جدا. اسباب الحريق حتى هذه اللحظه غير معلومه. طيب استاذ خالد، في هذه النقطه على وجه التحديد، يعني لا نستبق الاحداث ولا نستبق جهات التحقيق، هل نعتبره حدث يعني حريق في شكله الطبيعي، ربما يعود مثلا لمس كهربائي، لمثلا اي شيء من الاعمال الفنيه، ولا هل هناك شبهه تخريبيه؟ لا الشبهة التخريبية أعتقد الشبهة التخريبية يعني غير واردة. يعني دي معلومة أنا يعني استطعت يعني أن أنا أحصل عليها، أن كانت هناك أعمال للترميم في داخل الكنيس، ممكن إهمال هو وراء هذا الحادث. هل هذا الإهمال متعمد أم لا؟ هذا ما ستسفر عنه التحقيقات حتى لا نستبق الأحداث. لكن لم يستمع إطلاقا مثلا دوي أي انفجار، أي أصوات، أي شيء؟ لا، لم تشير إطلاقا الأدلة على ذلك. لا حتى هذه اللحظة لا. طيب أستاذ خالد، يعني الشعور العام
يعني الفرنسويين هذه يعني يمكن العالم كله ربما ستكون صدمة بمثابة حضرتك تتذكر ما حدث في المتحف الوطني في البرازيل، مليون قطعة يعني أتت عليها أيضا النيران، وهذا عمل جديد ربما يضاف إلى سلسلة الأعمال التي تحزن العالم ككل للتراث العالمي، هي أحد أهم الكنائس في أوروبا. يوم حزين في تاريخ فرنسا، تاريخ الإنسانية، هذه اللحظات المأساوية التي نعيشها، وأحد أهم الكنائس الموجودة في العالم. يعني أنا عن نفسي يعني أقدر أتكلم لأن سبق وأن زرت هذا الكنيس أكثر من 10 مرات على مدار تواجدي في فرنسا هنا، وأعتقد أن اليوم جميعنا نعيش صدمة فعلا، شوك زي ما بيقولوا بالفرنساوي، يعيشها الشعب الفرنسي ويعيشها عشاق التراث العالمي. طيب خلينا نقرأ أستاذ خالد بس في خبر وردنا للتو وصل إلينا الآن، أعلن إيمانويل جريجور مساعد رئيس بلدية باريس الاثنين أن برج الكاتدرائية نوتردام. أستاذ خالد مع حضرتك بس، طيب يبدو أن هناك انقطاع للهاتف. طيب نقرأ على حضراتكم هذا النبأ العاجل الذي ورد إلينا منذ قليل، أعلن إيمانويل جريجور مساعد رئيس بلدية باريس الاثنين أن برج الكاتدرائية نوتردام انهار للتو بعدما التهمته النيران، لافتا إلى وقوع أضرار هائلة في مبنى الكنيسة. وأضاف أيضا في تصريح تلفزيوني له، هناك فرق خاصة بيحاول إنقاذ كل التحف الفنية المتواجدة داخل الكنيسة، ولكن الأولوية لتأمين محيط المكان بهدف حماية السياح من أخطار الانهيارات الموجودة في هذا المكان. وما زلنا نتابع معكم مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة هذا الحريق الضخم الذي نشب بكاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد غسان معلوق المحلل السياسي من باريس. سيد غسان بعد تحية، كيف تابعت هذا الحريق الضخم الذي نشب في أهم وأبرز الصروح الدينية والسياحية ليس فقط في العاصمة الفرنسية باريس ولكن أيضا على مستوى العالم أجمع؟ مساء الخير، أنا لم أسمع بداية السؤال لو سمحت. كيف تابعت يعني هذا الحريق ربما والحديث عن تفاصيل وملابسات اشتعال هذا النيران، هل السبب يرجع بشكل كبير إلى الإهمال ربما أم يعني عمل تخريبي متعمد؟ حتى الآن ليس هناك أي معلومات حول نشوب هذا الحريق. كل ما قيل حتى الآن على لسان أحد المسؤولي الشرطة هو أن هناك أعمال تجري على سطح الكنيسة، عمليات ترميم وإصلاحات إلى ما هنالك، لكن ليس هناك أي تفصيل يثبت سبب الحريق بالضبط. باعتقادي أن لا أحد يستطيع الآن أن يتكهن بأسباب الحريق، ولكن أعتقد أن التحقيقات التي ستجري بعد انطفاء الحريق ستوضح حتما الأسباب. هل لك أن تعطينا يعني نبذة تاريخية أو معلوماتية ربما عن أهمية هذه الكنيسة أو كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية؟ كنيسة نوتردام هي قلب باريس وأيضا قلب فرنسا وأكثر من ذلك قلب العالم. نظرا إلى أهميتها الدينية وأهميتها الهندسية وقيمتها أيضا حتى على المستوى السياحي وعلى المستوى يعني الأبنية التاريخية، هي من أهم الأبنية التاريخية في باريس.
كيف تابعت التعاطي والتعامل بفعالية ربما أو بسرعة من عدمها يعني مع هذا الحادث الكبير فيما يتعلق بفرق الإطفاء والإنقاذ السريع للحفاظ ربما أو تقليل الأضرار يعني المادية والبشرية وحماية أيضا السياح في الأماكن المحيطة بكاتدرائية نوتردام؟ محيط الكاتدرائية تم تأمينه كليا من حيث السلامة. رجال الأطفاء لم يتمكنوا من دخول الكنيسة إلا بعد وقت طويل، ويبدو أن عمليات الإطفاء ليست فعالة كما يجب بالنظر إلى الحريق الهائل الذي نشب في سطح الكنيسة يعني هيكل الكنيسة الذي هو من خشب السنديان، وكل عمود يعني كل عمود في سقف الكنيسة من شجرة مختلفة، يعني كل عمود له صنع من شجرة سنديان مختلفة ومن مناطق مختلفة. ولكن كما فهمت من كلماتك سيد غسان أنه ربما الآليات والوسائل والأدوات المستخدمة في التعاطي مع حريق الكاتدرائية ليست بالفعالية التي تتناسب في المقابل مع ضخامة هذا الحريق. ربما كان هناك عدد كبير جدا من ردود الأفعال كان أبرزها رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي اقترح باستخدام طائرات مخصصة مكافحة الحرائق. هل تم بالفعل الاستعانة بهذه النوعية من الطائرات ربما حتى يتم احتواء هذا الحريق بشكل سريع والتقليل من الخسائر البشرية والمادية؟ حتى الآن ليس هناك أي خسائر بشرية، لكن هذا النوع من الطيران أو الوسائل لإطفاء الحريق يبدو أنه غير متواجد في باريس، وهناك صعوبة جدا باستخدام هذا النوع من عمليات الإطفاء بوسط طائرات داخل باريس. باعتقادي أن سقف الكنيسة يحترق ومن المحتمل أن يحترق كاملا، لكن البنيان يبدو حتى الآن صامدا، والحريق يأكل كل الخشب الموجود في سقف الكنيسة. يعني سيد غسان هل لك أن ترصد لنا يعني بعض ردود الأفعال ربما في الشارع الفرنسي تجاه هذا الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، خاصة أننا نعلم أن هذه الكاتدرائية التاريخية الكبيرة والعظيمة تحمل مكانة كبيرة في قلب وفي وجدان وفي ثقافة وفي تراث وفي تاريخ الفرنسيين بشكل عام؟ هذا صحيح. ردود الفعل التي رأيتها وردود الفعل التي سمعتها سواء على التلفاز أو بالإذاعات يعني ردود فعل أشبه بالبكاء، يعني ردت فعل الجميع الذين حتى المسؤولين، يعني أحدهم قال عندما سقط البرج فلاش بقدام الشهير عندما سقط لم يستطع أن يتمالك نفسه وبكى فورا. هناك يعني ردود الفعل العاطفية و يعني كبيرة، لأنه هذه الكاتدرائية يعني هي في صميم قلب كل باريسي يعني وكل فرنسي، لسبب لها قيمة عاطفية وتاريخية لا تقدر.
طيب سيد غسان، يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لغى بالفعل مؤتمر كان من المفترض أن يتحدث فيه عن تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالسترات الصفراء، إلغاء هذا المؤتمر بطبيعة الأحوال على إثر هذا الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية نوتردام، ربما لمتابعة تطورات الأمور في إطار فقه الأولويات. الأولوية الآن تطورات الأوضاع في هذه الكاتدرائية. سؤالي، هل في رأيك أن هذا الأمر وهذا التطور الذي طرأ على المشهد الآن فيما يتعلق بهذا الحريق يمكن أن يقلل بشأن أو بآخر بما يسمى بشعبية الرئيس الفرنسي، وأن الأمور في عهده ربما تزداد تعقيدا وتشابكا من أحداث متلاحقة ومتسارعة ربما يكون مسؤول عنها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن المسألة مختلفة تماما. المسألة المطروحة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي، وليس يعني لا أحد يمكن أن يتهم بأي شكل من الأشكال رئيس الدولة إذا نشب حريق في يعني كاتدرائية أو في معلم تاريخي في باريس أو في فرنسا. هذان الأمران مختلفان تماما، العمل السياسي شيء والحوادث أو الحادث التطور الأحداث مختلف تماما، يعني ما ليس علاقة بين الأمرين. أشكرك جزيل الشكر على هذه النظرة التحليلية وهذه المشاركة معنا سيد غسان معلوق المحلل السياسي من باريس، محللا ومتابعا لنا على الهواء مباشرة لهذا الحريق الضخم الذي نشب بكاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع الآن صورة حية وبث مباشر من باريس، حيث نتابع الحريق الهائل الذي اندلع في سقف كاتدرائية نوتردام، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية. كذلك كتب رئيس البلدية على تويتر: حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران. كذلك كان مقرر منذ قليل خطاب من الرئيس إيمانويل ماكرون موجه إلى الشعب الفرنسي حول السترات الصفراء وما قامت به الدولة الفرنسية من إجراءات عديدة لاحتواء الأزمة، وكذلك عدد من القرارات الهامة التي كان سيقولها وسيد بها الرئيس الفرنسي. تم إلغاء هذا الاجتماع وكذلك الحوار الذي كان مقرر له اليوم، وتوجه مباشرة الرئيس ماكرون إلى موقع الحريق في قلب باريس في كنيسة نوتردام. و في وقت سابق أيضا وتنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة إعجاب خوري نائب رئيس بلدية باريس. برحب بحضرتك أستاذة إعجاب، يعني خلص المواساة لما يحدث الآن ويتابع العالم عن قرب ما يحدث الآن لكنيسة باريس الشهيرة كنيسة نوتردام، وهي أحد أهم المزارات السياحية في باريس ويتوجه إليها وتكون مقصد للكثير من كل الزوار حول العالم، لكن ما يحدث الآن بمثابة المأساة الكبيرة وإحباط كبير لكل الفرنسيين لما يحدث من انهيارات متتالية للكنيسة، وانهار بالفعل أحد الأبراج الموجودة في هذه الكنيسة الشهيرة. أكيد. هذه مش كنيسة، هي كاتدرائية نوتردام بباريس. هذه الكاتدرائية عمرها 900 سنة، بدأ الشعب يعني آنذاك يعني أعمارها سنة 1200، وبتعرف هي عالم سياحي يعني كثير يقصده السواح من كافة العالم، وهناك حزن يعني كبير من كل الفرنسيين حتى يعني من العالم بأكمله. يعني هناك رؤساء كتبوا على تويتر أسفهم بما يحدث لكاتدرائية باريس، كذلك ماكرون ألغى خطابه ولم يقل في أي وقت سيعود ويلقي به، كذلك سيأتي إلى المكان قرب الكاتدرائية لأنه لا يستطيع الوصول يعني إلى مكان الحريق، وهناك تجمع لكثير من الوزراء الفرنسيين
مع رئيسة بلدية باريس أمام صرح يعني المركز البلدي الكبير في الدائرة الرابعة، والحريق يعني ما زال قائم، ونأمل أن نستطيع يعني إطفائه وبسرعة. طيب يعني استاذ عكاب، يعني من الواضح الشديد انه هناك ليس احتواء اطلاقا على الحريق، وبالتالي ربما الموضوع يتفاقم او يكون الحديث والحريق يتفاقم يعني دقائق تلو الاخرى. لماذا لا يكون هناك يعني مسانده اوروبيه وعلى عجاله من الطائرات من كافه المجتمع الاوروبي حتى يتم يعني اطفاء او سرعه الاطفاء للكاتدرائيه باعتبارها يعني معلم مهم جدا بالنسبه لفرنسا؟ طبعا طبعا، هلا الكندا قال يعني الطائرات التي تحمل كميات كبيره من المياه موجوده في جنوب فرنسا، يعني والوقت حتى تصل الى باريس يمكن بدها ساعه وربع ساعه ونص. ومن ناحيه ثانيه، لماذا هذه الطائرات موجوده في الجنوب؟ لان هناك دائما حرائق، هناك في غابات في جنوب فرنسا، انه لم يخطر ببال احد ان تقع حريقة بهذه القوة وبهذا الحجم يعني. الحجم يعني في باريس، لذلك يعني لم يكن هناك استحضار من الإحصائيين الباريسيين في باريس، انه في باريس شو بتصير حرائق بالبيوت، بس انه حريقة بهذا الشكل لم تحدث. يعني عم نتحدث الآن ان السبب هو يعني سبب حادث، فهناك أعمال ترميمية في الكاتدرائية حاليا، والسبب من الأرجح أن يكون حادث يعني ومفضل أن يكون كذلك. يعني لا تتجه إطلاقا أي أصابع اتهام لربما يكون عمل تخريبي؟ لا لا، يعني إن شاء الله لا يستبعد ذلك يعني. حاليا مستبعد. طيب خلينا برضو نتحدث يعني عن الشعب الفرنسي وكيف يتابع الآن هذا الحدث المؤسف، وبالطبع يعني شاشات العالم كلها تتجه بشكل كبير وتتابع هذا الحدث، لأنه ليس حدث لفرنسا في الحقيقة، هو حدث يعني يمس الحضارة العالمية، العالم كله يتضرر. أكيد هذا حدث عالمي، يعني العالم كله حزين ما يحدث بهذه الكاتدرائية، لأنها كاتدرائية عريقة يعني عمرها 90 سنة وعريقة جدا، يعني ملايين من الناس زاروها من 100 سنة وأكثر يعني. طيب أيضا أستاذ عجاب، يعني الكل أو بعض التصريحات تقول أن هناك محاولة إزالة للتحف الداخلية داخل هذه الكنيسة في الحقيقة، يعني أكيد حضرتك زرت الكنيسة مرات عديدة، يعني شكل هذه التحف طبعا وشكل الأشياء أو قيمة المنحوتات وقيمة الآثار الموجودة داخل هذه الكنيسة، هل يستطيع إزالتها بسهولة وبالتالي يعني إيداعها في مكان آمن؟ طبعا طبعا، هلا أكيد إزالتها أكيد يعني بتمنى مشكلة هذا الشيء، بس المهم إنه أن يكون هناك يعني بلان لإعادة، لأنه عم نحكي هلا عن على الإعلام إعادة بناء هذه الكاتدرائية، والمهم حاليا إنه أن يوضع حد لهذه النيران وتطفأ الحريق يعني. نعم. الحرائق. نعم. طيب بنشكرك شكرا جزيلا السيدة عجاب خوري نائب رئيس بلدية باريس السابقة، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا هذه الكنيسة بيعود بنائها كما قلنا لحضراتكم في عام 528 ميلادية، وتم بنائها على الشكل القوطي، وهي متواجدة في قلب باريس التاريخي، ويمثل المبنى تحفة فنية من العمارة القوطية والذي ساد القرن 12 حتى بداية القرن 16 ميلادي، وبتعد من أحد المعالم التاريخية في فرنسا ومثال على الأسلوب القوطي البارز الذي عرف باسم إيل دوزناس، وجاء ذكرها كمكان رئيسي للأحداث في عدد من الروايات التاريخية، وكانت ملهمة لعدد من الشعراء والروائيين. وبالطبع هي الحالة كانت على أفضل ما يرام، وشهدت هذه الكنيسة عدد من اللقاءات سواء على المستويات الرسمية أو حتى الأحاديث التي استخدمت في فترات من الزمان لعدد ممن حكموا فرنسا، وكذلك كانت شاهد على عدد من المناسبات
الهامة جدا في حياة عدد من الرؤساء والزعماء، وليس فقط في باريس، وكانت ربما كانت مقصد كبير جدا في فترة من الفترات، وتقام فيها المناسبات بشكل كبير جدا. من جديد تعود إلينا مراسلة النيل من العاصمة الفرنسية باريس ميرفت ميلاد. ميرفت، يعني ما هو الجديد لديك حتى هذه اللحظات فيما يتعلق بهذا الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية نوتردام؟ على ما يبدو أن هناك انخفاض في حدة النيران، ولكن من الصعب في الوقت الحالي التحدث عن ما هي الخسائر بالتحديد. وقد فتح مكتب التحقيقات التحقيق لمعرفة ما هو السبب الذي تسبب في هذه الكارثة التاريخية والثقافية. تمام. ربما يعني لا يوجد حتى الآن حصر نهائي لحجم الأضرار والخسائر البشرية والمادية، ولكن هل من أي مؤشرات أولية ربما تم رصدها في هذا السياق؟ بالنسبة للخسائر البشرية، من غير المتوقع أن يكون هناك خسائر بشرية، حيث أن العمال الذين كانوا يقوموا بأعمال الترميم في الكاتدرائية، أذكر أن النيران اندلعت يعني قبل الساعة 8 مساء، وهذا يعني عادة ما العمال يتركوا مكان العمل قبل الساعة 5. ومن ناحية أخرى، كان هناك داخل الكنيسة حوالي 2000 شخص عندما اندلعت النيران، ولكنهم كلهم تركوا الكنيسة بمجرد اندلاع النيران. فمن حيث الخسائر في الأرواح، من غير المتوقع أن يكون هناك خسائر كبيرة، إلا يعني الذين حاولوا الإطفاء، ولكن حتى رجال الإطفاء يقوموا بمحاولة الإطفاء من بعيد. لن نرى رجال إطفاء تقربوا بشكل كبير من الحريق، ولذلك من غير المتوقع أن يكون هناك خسائر كبيرة في الأرواح، ولكن الخسائر سوف تكون ضخمة وكبيرة جدا في المبنى الكاتدرائي. وبالتأكيد الأعمال الفنية المتواجدة داخل الكاتدرائية. تمام. يعني هل من تصريحات خرجت على ألسنة أي من المسؤولين، سواء فيما يتعلق ربما يعني تصريح أو ردود أفعال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ نعلم أنه ألغى على الفور اجتماعا أو مؤتمرا كان مقررا للحديث عن تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالسترات الصفراء لمتابعة الموقف. هل خرجت أي تصريحات رئاسية في هذا السياق؟ الرئيس ماكرون يعني علق بتويتر بمجرد ما وقعت الحادثة، وبدل من أن يلقي كلمة على الشعب الفرنسي فضل التوجه إلى الموقع. كما أن الرئيس ترامب اقترح إرسال طائرات لإطفاء النيران التي تشتعل في الكاتدرائية. يعني هل رصدت ردود أفعال أو مدى الاستجابة لهذا المقترح الأمريكي فيما يتعلق بإرسال طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق للتعامل بسرعة وبفاعلية أكثر، يعني تتناسب مع ضخامة وفداحة وكارثية هذا الحريق الكبير في أهم وأعظم الكنائس التاريخية على مستوى العالم؟ لا أعتقد أن الجانب الفرنسي يحتاج مساعدة من الولايات المتحدة في هذا المجال، حيث أن لديهم خبرة كبيرة في موضوع الحرائق، لأن هناك حرائق كثيرة تحدث في الغابات الفرنسية من وقت إلى آخر. ولكن لم أرى طائرات تقترب إلى موقع الحادث.
لإطفاء النيران. شكرا جزيلا لك ميرفت ميلاد من قلب الحدث، ومتابعة لنا تفاصيل وملابسات وتداعيات هذا الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. وتنضم إلينا هاتفيا أيضا الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي المحللة السياسية أيضا من باريس. أستاذة فابيولا، يعني كيف تتابع الموقف الآن، وهل من جديد لديك حول الحريق الذي وقع في الكاتدرائية منذ قليل؟ مساء الخير اولا، وفقط يعني للتنويه، هو ليس من المتوقع ان تكون هناك اصابات كثيره. هو تم الاعلان بالفعل انه لا توجد اي اصابات، هذا اول اعلان رسمي انه لا توجد اي اصابات لا للمواطنين او من كانوا في الكنيسه او العاملين بالكنيسه او رجال الاطفاء. هذا أول تصريح رسمي تم بثه. نحن أمام حادث كبير، أمام حريق هائل ليس من السهل السيطرة عليه، سوف يستغرق وقتا طويلا، لأننا ببساطة نتحدث عن 500 طن من الخشب موجودين في هذا المكان لترميم البرج وسطح الكنيسة. نتحدث عن أعداد هائلة، أطنان هائلة من الرصاص موجودة بالفعل، وبالتالي رجال الإطفاء انضم إليهم فريق على أعلى مستوى من الفنيين، لأن مسألة الإطفاء ليست بالسهلة هذه المرة. يعني هناك أكوام من الأطنان موجودة بالفعل، ليس فقط ما نشاهده هو الحريق، هو يمكن أن يشتعل أكثر من هذا إذا ما تم السيطرة عليه بفنية كبيرة. هذه هي المعضلة الآن. أيضا توجه كافة المسؤولين في مقدمتهم عمدة باريس، ثم توجه الرئيس الفرنسي. نحن أمام حدث مفجع للجميع، صادم للجميع. نتحدث عن كاتدرائية ليس فقط لها بعد ديني، ولكن لها بعد تاريخي، لها بعد معماري. نتحدث عن كاتدرائية تم تشييدها عبر 200 عام، بدأت في القرن الثاني عشر، انتهت في نهاية القرن الثالث عشر، وبالتالي هي تحمل من الفن والعمارة أجيال تعاقبت عليها، ليس نوع واحد من الفن هو ما تم تشييد به هذه الكاتدرائية. أيضا من يقوم بالإطفاء الآن هو يحافظ، لأن بحسب ما علمنا أنه في الأسبوع الماضي فقط تم نقل 16 تمثال من أهم التماثيل التي كانت تزين البرج، وبالتالي هي مخزنة ويخشى عليها الآن أن يمتد إليها الحريق. نحن أمام حدث يمس الثقافة الأوروبية بشكل عام، هي الثقافة الإنسانية بشكل عام. أستاذة فابيولا، في الحقيقة أنا لا أتصور العالمية، لأن أنا لا أتصور أن أحد لم يشاهد أحد بنوتردام، لا أحد لا يعرف كنيسة نوتردام. نتحدث عن كاتدرائية كتب فيها فيكتور هوجو أروع كتبه. نتحدث أيضا عن تاريخ سياسي لهذه الكاتدرائية حينما كانت للكنيسة السطوة وكانت تحكم وكانت كلمتها هي النافذة في العصور الوسطى، فأيضا هناك تاريخ سياسي لهذه الكاتدرائية. هذه الكاتدرائية كانت تحكم أوروبا في وقت من الأوقات، وده كان السبب الرئيسي في الحقيقة طبعا في وجود الفاتيكان بالتحديد. فنحن نتحدث عن بعد تاريخي وبعد فني وبعد ثقافي وبعد سياسي وبعد سياحي، فبالتأكيد. وأيضا لن ننكر أن هناك خشية، لأن كيف حدث الحادث الجميع يخشى. ما في الحقيقة كان سؤالي وجهناه لجميع الضيوف يا أستاذة فابيولا، نتحدث عن هل يعني إشارات اتهام، يعني أن البعض بدأ يربط سريعا
في التحليلات على مستوى الإعلام أن هذه الكنيسة تم استهدافها منذ أشهر، وكنا جميعا نتابع حينما أحبطت الشرطة عملية بوجود سيارة مفخخة بها زجاجات مولوتوف، وتم القبض على 4 أشخاص لاستهداف هذه الكنيسة. وبالتالي هذا الحادث اليوم يلقي بظلاله، خصوصا وأن العمال يغادرون في 5 مساء. هل حدث خطأ واستغرق أكثر من ساعة حتى تشتعل النيران؟ هل تم استهداف الكنيسة كما تم في السابق؟ لأن هذه الكنيسة كانت مستهدفة منذ أشهر. وبالتالي هناك أيضا شعور بالصدمة، وأيضا هناك شعور بالترقب. صحيح. وحينما أقول بالترقب يعني يخصنا نحن، يعني على وجه الخصوص ربما يخص الجالية العربية والإسلامية الموجودة التي هي أيضا تحت الصدمة، ولكن أيضا تأمل أن يكون خطأ فني. نعم، شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية أستاذة فابيولا بدوي. وكذلك يعني نتابع سريعا الرئيس ماكرون أدلى بتصريح سريع أنه يشاطر الأمة بكاملها بسبب هذا الحريق، حريق نوتردام، مبديا كمان تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسويين. وكتب ماكرون على تويتر: نوتردام دي باري بتحترق وأمة بكاملها تتألم، وأتضامن مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسويين على غرار ما حدث مع جميع مواطني العالم، وأنه حزين جدا لما يرآه أو يتابعه الآن على شاشات التلفزيون. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من باريس الإعلامية الأستاذة ميرنا الجمال. أستاذة ميرنا، بعد التحية، يعني انهيار البرج الرئيسي لكاتدرائية نوتردام في عاصمة النور والجمال، إلى أي مدى تتابعي هذا الحريق، وإلى أي مدى يمثل خسارة كبيرة لتاريخ البشرية والحضارة الإنسانية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذة ميرنا الجمال، كما نتابع الآن مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة هذا الانهيار الكبير والحريق الضخم الذي نشب في البرج الرئيسي لكاتدرائية نوتردام في عاصمة النور والجمال، وهذه الخسارة الفادحة والكبيرة لتاريخ البشرية والحضارة الإنسانية. وعادت إلينا من جديد الإعلامية الأستاذة ميرنا الجمال من باريس. أستاذة ميرنا، كيف تابعت هذه الخسارة الفادحة للتراث الثقافي والإنسانية، ليس فقط لفرنسا وأوروبا، ولكن أيضا للبشرية وللعالم أجمع؟ أستاذة ميرنا، هل أنت معي؟ إذن كما نتابع الآن اشتعال ألسنة اللهب والنيران في أعمدة وفي البرج الرئيسي لكاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس. عادت إلينا من جديد الإعلامية الأستاذة ميرنا الجمال، وأرجو أن يكون الصوت أكثر وضوحا والتواصل أفضل حالا من ذي قبل. أستاذة ميرنا، هل أنت معي؟ كنت أتساءل عن متابعتك لهذا الحريق الضخم وهذه الخسارة الفادحة، ليس فقط لكاثوليك العالم وللشعب الفرنسي ورئيس عبد الفتاح السيسي عن حزنه البالغ لحريق كنيسة نوتردام، قال في تغريدة له على تويتر: تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام وفقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم،
هو خسارة فادحة لكل البشرية. وأعلن تضامني وتضامن الشعب المصري مع الأصدقاء في فرنسا، متمنيا تدارك أثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يمكن. إذن كان هذا رد فعل وتصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي معقبا على انهيار هذا الحريق الضخم في البرج الرئيسي لكاتدرائية نوتردام، هذه الخسارة البشرية والإنسانية الكبيرة. مشاهدينا الكرام، ما زالت متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار، وهذا الحدث الأبرز حتى هذه اللحظات، وهذه الصورة الحية التي نتابعها على الهواء مباشرة، الانهيار والحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية نوتردام في عاصمة النور والجمال. وإلى أي مدى هذه الخسارة هي خسارة كبيرة لتاريخ البشرية وللحضارة الإنسانية، خسارة ليس فقط للشعب الفرنسي أو للشعب أو الشعوب الأوروبية، ولا خسارة فقط لكاثوليك العالم، وإنما لكل البشرية. وقد أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق عن حزنه البالغ لحريق كنيسة نوتردام، وقال في تغريدة له على تويتر: تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام وفقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم، خسارة فادحة لكل البشرية، وأعلن تضامني وتضامن الشعب المصري مع الأصدقاء في فرنسا، متمنيا تدارك أثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يمكن. إذن كانت هذه كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتضامنة بشكل كبير مع الأصدقاء في فرنسا فيما يتعلق بهذا الحريق الضخم الذي نشب في كاتدرائية نوتردام في عاصمة النور والجمال.